قلبت الحرب هذه السوق التراثية رأسا على عقب. يرتب أبناء المدينة فوضى ما جرى، يقلعون أشواكهم بأيديهم. دارت عجلة البناء هنا منذ قرابة العام، تكاد المرحلة الأولى أن تنتهي وتبدأ الأخيرة، ثم يأتي دور الحياة لتستقر هنا. نسبة الدمار كانت 100% في هذا السوق. اليوم وبفضل الله وبهمة الغيارة من مهندسين مديرية بلدية الموصل وديوان المحافظة، وصلت نسبة إنجاز هذا السوق إلى 86% بمرحلته الأولى. حرصت بلدية الموصل على أن تبقي عبق التراث الموصلي في هذه العمارة. تنظيم وحداثة وتسارع في وتيرة العمل ستعيد هذه السوق الحركة المشلولة إلى شق المدينة الأيمن، والتي كانت هذه السوق قلبه النابض. المشروع يقع على مساحة 11500 متر مربع، يحوي أكثر من 220 محل تجاري، بالإضافة إلى سطح المشروع هو عبارة عن بارك لوقوف السيارات يتسع بحدود 400 سيارة. يختلف جانب المدينة هذا عن الآخر في حالته المادية. الناس بسطاء هنا، كثير منهم دون خط الفقر. أثرت الحرب عليهم وشردت كثيرا منهم. أسهمت هذه المشاريع في توفير فرص عمل لشبابهم الذين كانوا تواقون لأية فرصة قد تخفف عنهم عبء الحياة. أنا من الأيمن، يعني بيوتنا تفلشت وحارتنا حياة ضعيفة، والحمد لله انفتح هذا المشروع قمنا نشتغل به، ونتمنى يعني يفتح مشروع ثاني حتى نشتغل به. حالتنا حيل ضعيفة، وبعض الناس حالتها حيل ضعيفة، ويريدون يعني فلوس يشتغلون دا يعيشون عوائلهم. ويرتبط سوق الأربعاء بذاكرة الموصليين بصورة مميزة، وخصوصا لدى مربي الطيور وغيرهم من الهواة، حيث كان هذا المكان سابقا ملتقا لهم ولفعالياتهم السنوية والشهرية، والتي كان حينها طائر الزاجل هو البطل فيها. من الموصل، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.